الآن الموضوع هذا اللي نحكي عليه هو موضوع شائك يتعلق بالشخصيات المضطربة، كيفاش ندير الفرق بينها وبين الشخصيات المتزنة إلى آخره، راح ندير لكم تفاصيل خلال الموضوع. لهذا استقبلنا مدام أسماء حواء، مرحبا بك. بك وهلا. اختصاصية وكلينيسية في علم النفس اللي راح تحاول تفصل لنا على الموضوع هذا. قبل ما نحكيو على الاضطرابات تاع الشخصيات ولا الشخصيات المضطربه ولا ماشي انواع الشخصيات باش نفهموا الناس، باش نحكوا على انواع الشخصيات، نحكوا على كيكونوا مشاكل في الشخصيات يا اخي هكذا. دونك كيفاش قبل نعرفوا على رواحنا ولا على الناس اللي نتعاملوا معاهم اسك هذه الشخصيه هذه متزنه؟ واش معناتها ديجا كلمه شخصيه متزنه؟ اوكي، اهم حاجه قبل ما نعرفوا اتزان الشخصيه نعرفوا الشخصيه واش معناتها، كيفاش تتبنى هذه الشخصيه. الشخصيه تبدا من مرحله الطفوله، تبدا هي عباره عن يعني قيم مبادئ يمدوها الاهل للاطفال ديالهم، ومع مرور المراحل العمريه يبدا هذا الطفل يكتسب تربيه، يكتسب اخلاق من البيئه تاعو، من المجتمع، من العائله، من المدرسه، يمكن من التلفاز، يبدا يستقطب كل الامور اللي يساعدوه ويخلوه يتعامل ويتعايش على باسس ومبادئ وصفات اللي هما هذوما كامل هما اللي يخليو نقولوا بلي الانسان هذا تبنات شخصيته بكذا وكذا كصفة وكقيمة معينة. إلا فهمت مليح، هادو باش نحاولوا نبسطوا الأمور. نعم. هادو الأسس والمبادئ ولا تما اللي القيم والأخلاق وكل حاجة يتعامل بهم في المستقبل، هما عبارة عن شغل دي كونكلوزيون، سي نتائج تاع خبرات ويتخذ منهم قرارات بلي هذه تصلح هذه ما تصلحش، هذه تصلح هذه ما تصلحش، هذه هكذا هكذا هكذا. ليس فقط باسكو علاش الشخصية وين نشوفوها؟ نشوفوها في السلوكات، نشوفوها في نمط التفكير، نشوفوها في المشاعر، يعني ما عندهاش حاجة واحدة اللي نقدروا نميزوا هذاك الشخص مثلا غير من شخصيته. هذا الشخصية كيفاش بانت؟ بانت عن طريق السلوك. أيوة. هذاك السلوك هو اللي يخليني نقول بلي هذا الإنسان شخص متزن. وين يبان الاتزان؟ في المواقف اللي يقدر يتلقاهم في حياته، في الصدمات، كيفاش يتعامل مع الصدمات، في مثلا مراحل قلق، مراحل خوف، مشاعر حزن، كيفاش يتعامل مع كل شعور يعيق النمو تاعو ويعيق الأداء النفسي في حياته اليومية ويضغط على الراحة تاعو النفسية. مش يضغط، ولكن فضيغ يتعلم يسير. هو شخص اللي تكون عنده شخصية متوازنة يعرف يسير ما بين الأفكار تاعو وما بين مشاعره، وبالمختصر المفيد هو المتحكم في كلش، معناتها هو اللي يتحكم في عقله ماشي العكس. واللي ما يسيرش واش يصالو؟ هنا اللي نبداو نقدروا نشوفوا اضطرابات في السلوك، هذوك السلوك الناتجين على اضطرابات في الشخصية مثلا.